سنلتقي ليدر ايضا من جانب فريق الجليل واللاعب عبد الرحيم الشكنا بالنادي الرياضي المكنسي مجاريان ثلاث نقاط وبحث ينصب على تسجيل الهدف في هذه المباراه الذين يمكن ان يمتعوا في هذه المواجهه الجماهير المكنسيه التي ارتحلت من مدينه مكناس لمتابعه نادي الجريح من خلال نتائجه الذي يبحث لتسجيل النقاط. ولكن تبعد المحاوله للقدام خطيره ممتازه في اتجاه عادل السراج. فرصه مقابل هدف وداد فاس والمغرب تتوالى صفر مقابل صفر. غدا ان شاء الله يوم الاحد الثالث ان شاء الله نتمنى تابع تألقا للعناصر الوطنيه. طبعا هنا الضربه